بسم الله ومرحبا بكم في قصة جديدة. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم وصلت معكم القصة السابعة دابا ومازال ما وصلش ال 1000 ابوني. بارطاجي يا صاحبي ما غاديش تخسر والو. دوي صاحبك عليا ولا نمشي دوي صاحبك عليا. كون راه كاين واحد الدري عنده واحد لاشين كيعاود فيها القصص الا كان كيعجبك المحتوى بطبيعة الحال، وهكذا راه ما غاديش تخسر والو غير غتعاوني وغتسيبورتيني. وهاد القصة ديال اليوم واحدة من احسن القصص اللي غتسمع في حياتك، وانا متاكد من الهضره اللي كنقول. ما نطولش عليكم، بسم الله ومرحبا بكم في الجزء الاول من مافيوزي في الغربة. خونا سميتو سفيان وهو في بلجيكا دابا، وحتى سلمى دعيو معاها راه عندها عملية على عينها، والقصة واقعية 1000%، وأنا غندوي بصيفتي سفيان باش تفهموا القصة. المهم سفيان 18 عام، حفيت راسي في القراية ديال المغرب، باش نهرب من هاد البلاد. تقاتلت معاهم حتى جبت الباك بميزة مقودة، وخا الدار حبسوا معايا، ما خلاونيش نمشي، ولكن قصو حياة الراس وكان كيحسب ليا بلي إلا مشيت لتما غادي ندير لاباس، ورجع لهنا بحال كاع الناس. صافي جمعت ورقية وشوية ديال الفلوس، المهم مشيت لبلجيكا، دوزت يومين الأولين غير التسركيل، حتى النهار الثالث، عاد مشيت للمعهد. مشيت وكتشفت بلي الأكثرية فيه مغاربة، ودوك الناس اللي غادي نقراو معايا لاباس عليهم ديال بصح، وداكشي اللي كيصيفطوا ليا الدار والمنحق يلاه كيتغداو بيها. صافي قررت نشوف شي خدمة نقرا ونخدم كيفاش يديروا في الأفلام، وهادشي اللي درت بقيت كنقرا ونخدم. المهم كنبان بحالهم وما كنحس بحتى شي نقص، ولكن بقيت ديما عندي عقدة من واحد البنت كانت سميتها سلمى مغربية. كنت ديما كنبغي نهضر معاها، ولكن معودين ليا عليها الدراري مقودة فريها، وآخر واحد وقف معاها ضرباتو للمنطقة الحساسة، ولكن هادشي اللي كيقولو ماشي كيخلعني، بالعكس كيزيد يحمسني باش نكون انا هو الاول اللي غادي يتصاحب معاها. بقينا بحكوا حتى لواحد النهار كنا وسط الحصه، والبروف عيط لي شي واحد وقال لينا انا غادي خرجوا حتى نتوما ومشى، وبنادم بدا خارج وهي يمكن كانت دايره اللي زيات ما سمعاتوش. بقيت كنتسناها شنو غادي دير حتى خرج كلشي، بقات غير هي وانا نقول صافي هذه هي فرصتك الصاد ولا بلاش. مشيت بالزربه سديت الباب ديال القاعه ودرت الساقطه من الداخل، وهي باقا باركه حيدات لي زيات وقالت لي شنو علاش سديتي الباب. مشيت حداها وقلت ليها سلمى بغيت نقول لك شي حاجه، قالت لي عارفاك شنو غادي تقول عجبتك وبلا بلا بلا هادشي قديم حيد. بقيت ساكت شويه حطمات لي لي سونتيمو، ولكن بديت نقول ليها لا انا ماشي هكذاك، انا ماشي غير كتعجبيني انا راه وليت كنبغيك. وهي بدات تضحك وقالت لي عرفتي شنو شد هاد الكتاب وتسناني. مشات حدا الباب حيدات الساقطه وحلات وخرجات وسدات عليا لداخل. الصراحه هذه هي البنت اللي غادي تصلح ليا. بقيت كنضحك بوحدي في القاعه ساعتين وانا تما حتى جا السيكيريتي حل عليا. مشيت الخدمه خدام وكنضحك خدنا مقوده عاد زدت احترمتها. خرجت انا واحد الدري معايا داير اللحيه داك الهيش واخا ما كيصلي ما حتى شي لعبه. بدينا غاديين وهو يسب واحد البلجيكي قال ليه بزاف ديال التخربيق بالفرونسي، وانا ما تنفهم والو في الفرونسي غير شويه. المهم اللي فهمت انه قال ارهابي ورجعوا منين جيتو. الدري اللي معايا قبيح وهو يشد خونا شنق عليه وانا غير كنفك، وهما يجيو صحاب الوقت ديال ليه هزونا وداونا. اول مره ندخل للكوميساريه ديال تما كون شدونا في المغرب مضاربين كون شبعوا فينا التصرفيق وطلقونا، ولكن هادو ما معاهمش الضحك بركنا في واحد جوج كراسه رطبين بحال رحمه ربي دارنا وما فيهمش. شويه جا الكوميسير بدا كيسول فينا قال لي انت شنو تدير هنا؟ قلت ليه بلي انا غير كنقرا في هاد المدينه وكنت غير تنفك فيهم ما تيقنيش. وهو يمشي واحد شويه تيبان لي واقف مع واحد البنت تنحكر مزيان كتبان لي سلمى شنو هو هادي جاي دير هنا؟ تخبيت ورا هذاك اللي معايا وسولت واحد خونا خدام تما قلت ليه شكون هذيك اللي واقفه لهيه؟ قال لي هذيك راه بنت الكوميسير يا على بلان وانا حس تابعني من المغرب وهي تشوفني وجات قالت لي رومي شنو كدير هنا؟ قلت ليها والو غير كنت كنفك في هاد الساط وجا الوالد ديالك هزنا باش نجيو نشربوا شي حاجه هنا على حسابه. بقاش كنضحك وهو يجي قال ليها واش كتعرفيه؟ قالت ليه اه تيقرا معايا. هو يقول لي اذا ما كنتيش كتكذب، وحتى الدري اللي معايا قال ليه بلي انا غير كنت كنفك. هو يقول لي يلاه خرج خرج ما نبغيش نشوف وجهك عاوتاني هنا. وهي تخرج سلمى هي الاولى يلاه بغيت نخرج هو يشدني بواها. قال لي شوف انا عزاز عليا المغاربه ومجوج بمغربيه، ولكن بنتي فرقها عليك ما تبقاش دير فيها دوك الشوفات ولا نقطع لك شي حاجه ما كتعوضش. هما عائله معقده العيب ماشي غير من سلمى حتى بواها طلع بحكه. خرجت ومن بعد تبعني الدري اللي حياه حتى هو. شديت الطاكسي للدار اللي كان مع الدراري في بلجيكا نعست حتى الغد ليه فقت عادي. مشيت للمدرسه ودخلت القسم ويش بان لي بارك اللور وحدها بلاصه. مشيت حداها وشفت فيها وقلت لها شكرا على داكشي اللي قلتي البارح. قالت لي هذا واجب وانا نقول لها عارفاني كنبغيك ياك؟ وهي تقول لي سير بعد مني ما راش قاش لي دابا على هاد البساله ديالكم. قلت لها لا ماشي بساله انا راه ماشي بحالهم. وهي تقول لي بعد مني دابا وقالتها بالجد هاد المره كلشي شاف فيا اقوى دقه مع في حياتي. هزيت كتبتي ومشيت لقدام درت القب وبقيت بارك ديك الساعتين غير كنتغدد، والدري اللي حدايا تيقول لي خطنا من الصباح وهي كتشوفك غتكون غير انت ما عرفتيش الوقت المناسب باش تمشي عندها. راه يلاه وقف عليها واحد البلجيكي كيقرا معانا سميتو ادوارد وملي ما بغاش يعطيه وقت سبها وانا نشوف فيها بانت لي تتبكي اللور. واخا انا كنت يلاه قررت غير قبيله باش ما نبقاش نقول لختنا تصاحب معايا، ولكن هي الرجوله وعاملتني في الكوميساريه البارح. مشيت عند خونا بارك في واحد الصف هو وعشرانو وخونكم زيرو في الفرنسي. المهم نترجم ليكم قلت ليه مالك مع سلمى؟ قال لي واش هذيك البيت واش هي بصبعو ليها؟ شفت في البيرو البروف ما كاينش وانا نطلع فوق ديك الطاويله كلشي كيتسنى شنو غادي نقول وانا نضرب خونا برجلي. ضربت وراكم عارفين البنات بالزربه وليت كنسمع غير الغوات ديالهم. وهو جرني واحد من عشرين داك خونا
يلاه طحت باش نايض باش الزيت ومن رجلو جبتو الارض. بقى كلشي غير كيشوف وانا نمشي لذاك ادوار. قلت لي شوف باقي نسمع باللي تعرضتي ليها، غادي نوريك هاد المغربي علاش قادر. هزيت كتابي وخرج كنضرب على التيتيت حاضيني غير بنص عين. صافي دابا غادي نوقف على شي وحده منهم غادي توافق وبدون نقاش. خرجت وهي تبعني، قالت لي يا سفيان وقف. قلت لها شنو؟ قالت لي شكرا على هادشي، عذبتي راسك، ما كانش عليك دير هكذا. قلت لها لا شكرا على واجب ومشيت. الغد ليه دخلت المعهد واقف حدا الخزانه وهي تجي واحد البلجيكيه كتقرا معانا. قالت لي السلام السلام، داش كتسول فيا على البلاد اللي جاي منها؟ وانا نقول ليها بلي ما كنعرفش بزاف الفرونسي وبدينا كنهضر بالانجلي وبديت نعاود ليها على المغرب وهي كتضحك. ما حسيتش بسلمى حتى لقيتها واقفه معانا ومغوبشه. شافت فختنا اللي معايا وما عرفش شنو قالت لها بالفرونسي وهي تمشي. سلمى شافت فيا وقالت لي عنيبه هذه مالها من نيتها، حنا اصلا ما بيناتنا والو، علاش تقلقات؟ مشيت لحقت عليها قدام الشارع قلت لها صبري علاش مالك شنو درت لك ياك ما بيناتنا والو، وانت بفمك البارح قلتي لي بعد مني وتشغوتي من الفوق، واش كيحسب لك الا ما تصاحبش معاه غادي نموت ولا شنو؟ وهذيك هي اللي جات وقفت عليا. ما تبقاش شايفه راسك شي حاجه بزاف تواري. ختنا عينيها غرغرو، عطيتها القاصح ديال بصح وتقول لي اوكي دابا بعد مني انا متكبره ياك وصافي، دابا اللي غادي يجي عندي غادي ندير معاه علاقه باش نولي متواضعه. قلت لها ماشي اللي يجي عندك غير انا حيت كنبغيك واصل مك من نهار جيت وانا كنقولها لك وانت والو بحال شي صنم. بدات كتضحك وقالت لي صافي صافي، ولكن اول حاجه ما نبغيش نلقاك مع شي بنت بالاخص هاد البلجيكيه. قلت لها صافي مشات، ولكن خاصك تعرفي بلي راه انا مقوده عليا وغير خدام باش نقرا معاكم في هاد المعهد. وهي تقول لي واش هادي هضره كتقال؟ واش باقي شي واحد كيهضر على الفلوس؟ اصل المستقبل قدامك. قلت ليها يلا ما سخيتش بك ولكن راه خاصني نمشي للخدمه دابا. قربتها لدارهم ومشيت للخدمه. تنخدم انا وداك الدري اللحيه سميتو يزيد بالمناسبه، لكن تفكيتو داك النهار ودخلنا بجوج الحبس خدامين وتنعاود ليه على سلمى. كنتسناه يضحك وهو يقول لي مبروك، وهو يشوف فيا وحط الساروت اللي خدام بيه. شاف فيا وقال لي واش انت مسلم؟ قلت ليه اه علاش؟ قال لي واش مسلم وكتوقف مع المسيحيين وكتقرا معاهم وعاد زيد عليها بالعلاقات المحرمه؟ بقيت مصدوم، خونا عنده واحد العقليه متخلفه بزاف درجة تحجر. بدينا داخلين في نقاش وكنشرح ليه باللي الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا جيران ويهود وتيتعامل معاهم عادي. خونا ملي شافني عارف شنو كنقول ومتاكد من هضرتي سكت واحد شويه، وهو يقول لي سفيان عرفتي شنو؟ انت خاصك تحضر معايا انا وشي اصدقاء من تونس باش تزيد تعرف على الدين ديالك. فهمت باللي هو مع شي جماعه هنا وانا اللوح ساروت اللي خدام به. وانا نقول ليه يا زيد انا ما عرفتش شكون هاد الدراري وما عرفتش باش كيعمروا لك راسك. قلت لي شوف اخويا فرق عليك هاد الزبل، راك غير غادي تخرج على راسك وعلى كاع المغاربه اللي كاينين في هاد البلاد. وهو يكمل خدمته بالسكات ومشى. انا بقيت معطل شويه حيت دابا وليت اون كوبل مع سلمى وخاصنا نلاقى باش نخرجوا ندورو بزاف ديال الحوايج. سالي دوشت وخرجت من الخدمه، هو وقف عليا بواه بالطونوبيل ديال البوليس. يلا نزل وانا نقول ليه والله عمي لا هي اللي جات عندي وحق الله. المهم حتى لهنا غيكون سال هاد الجزء، نشوفكم في الجزء الجاي ان شاء الله.